طيب خلينا نختم مع حضراتكم بخبر، وهو خبر يعني أحزن العديد من المتابعين، لأن كان في وفاة هنا بيتر لوريمر أسطورة ليدز يونايتد وهدافه التاريخي مع نادي ليدز يونايتد، وفاة نجمه وهدافه التاريخي بيتر لوريمر اللي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض، ده كان عمر 74 عام، وخاض بيتر خليني أقول لحضراتكم يعني 705 مباراة بقميص ليدز يونايتد، ده كان في مختلف السباقات خلال فترتين الأولى منذ عام 1969 حتى عام 1979، والثانية كانت من 83 حتى 85، سجل خلالها 238 هدف عشان يكون بقى الهداف التاريخي للنادي. زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني أحزن العديد هذا الخبر من متابعين على السوشيال ميديا، وكان هو يعني متميز جدا في فترة الستينيات والسبعينيات اللي حصد كمان فريقه لقبات دوري بجانب كاس الاتحاد الإنجليزي وكاس الرابطة الإنجليزية مرة، قاد كمان الفريق لنهائي كاس أوروبا دوري الأبطال حاليا كما يطلق عليه، لكن خسر أمام بايرن ميونخ، ده كان عام 1975، وسجل كمان هدف تم إلغائه بداعي التسلل، لكن تسبب كمان في جدل كبير في الوقت ده. أنا بحكي مع حضراتكم يعني أبرز ملامح التاريخ الخاصة بلوريمر، وخليني أقول لحضراتكم الحاجات كمان المهمة في مسيرة لوريمر، إن هو لاعب بقميص منتخب اسكتلندا 21 مباراة دولية، ولعب كل كمان مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم عام 1974.